التاريخ راه ما تقدرش تصور هادشي شنو هما دابا باش فوق ما كنسمع انايا باش كنسمع صوتك في هاد الاغنيه هادي راه ما تقدرش تتخيل شنو هو كاع اللقطات اللي كيدوزوا قدامي ديال ديال الاعياد مع عبد الله يرحمه العائله كنمشيو عندنا باش نزوروهم البديه ديال الحفله هاد الموسيقى كتسمعها كتبرد شوف ديك السبونسي ديال كعب الغزال وغريبه وي يا سلام وديز بحداك هذاك هز الباطو بحال عبد الرحيم اي تشلح اي تشلح باش ما نفلش العباد الله نقول لهم اي تشلح اي تشلح اي تشلح هذا لون فاهم لون فاهم القديم ما تيقش قول لي عادي يلاه العائله كلهم غيروا داروا الصويري العائله بدوا الصويري داروا الصويري الصويري انا بخير اي تشلح علاش؟ كنت كنبغي الوالد الله يرحمه بزاف الله يرحمه خير امام امام كيودن في الملاح في الملاح ديال جامع في الملاح ديال اليهود ديال في الصويره كيفيقوا في الصباح يسمعوا لي كيهلل ديورهم جالسين اللي كيسمعوا الصوت ديالو كيفيقوا كيبقى يسمعوا داك ديك الرنه وبلا ميكرو يا سلام السمعه ديالها كلها شويه هنا وشويه لهيه وشويه هنا وشويه هنا عبد الرحيم الصويري لو سون فغي نو عبد الرحيم اي تشلاح اي ني اون 1957 ا الصويره اي تان شونتور ماروكان Né dans une famille pauvre, une fratrie de 5 garçons et 2 filles, son père, imam dans le Millah de Sawira, a été doté d'une voix exceptionnelle. Son appel à la prière ne laissait personne indifférent. Sa voix était à la fois touchante et puissante. Des membres d'un orchestre juif de musique andalouse, qui sont aussi des voisins, se réveiller au petit matin pour l'écouter. Un jour, il lui propose de se joindre à eux, chose qu'il accepta. Son père, Mhellem Ben Jima'a Essaouiri, devint le doyen des chanteurs du Madih et du Samah, et artiste musicien dans l'orchestre de la musique arabo-andalouse, parmi laquelle on trouve des musulmans, des chrétiens et des juifs. Il apprenait à son fils les premières notes de musique, mais mourut le laissé orphelin à l'âge de 12 ans. عبد الرحيم الصويري للخشبة دائما كنشوف واحد السيري كتعمل الخشبة وكتغير أناقة حضور قوي صوت رائع مجموعة من الأشياء اللي كتميز بين عبد الرحيم الصويري شنو السر في كل هذا؟ نقول لك شنو السر؟ أولا الإنسان خصو يكون كيدير شي مقلبه ثانيا يكون مرضي والدين ثالثا يكون كيعز عليه الناس ويكون سوسيابل مع الناس ويكون كيحب الناس ما يكونش متكبر الفنان مادام كيكون متكبر الا ومن بعد كيطيح باي وجه كان كيطيح وراه بزاف الفنانه في العالم كيدير هكذا كينزل فهمتي الانسان خصو يمشي بالريتم ديالو هو هذاك ما يتغيرش على البشر ما يتغيرش على الناس المولعين المحبين ديالو ما يتغيرش عليهم يبقى عم هو هذا هو المشكل ولهذا الانسان كان عندك النصيحه اللي كنوجهها للشباب اللي طالعين ان شاء الله كلهم بدون استثناء لا شباب لا شابات تبارك الله عندنا اصوات جميله في المغرب سي ساعد سي
حاتم إدار، حاتم عمور، صلاح الدين، صلاح الدين محمد صلاح الدين، لالا سلمى رشيد، يعني واحد العدد ديال المغنيات فهمتي. والمغنيين خصهم داك الاحترام والتواضع مع الفنان اللي كبر منهم مثلا، وما حد هما كيحترموا الفنان اللي قبله والله كيزيدهم. أجل أنت فاتنة، إنما أرى عزة النفس لأفتنى، وإن غرروك وإن غرروك. وإن غرروك فإن الشباب